وعلى عهدي على ديني على ارضي تلاقيني، انا اهلي لافديهم، انا دمي فلسطيني فلسطيني. طبعا انا هو ثوري الفلسطيني، وانا بعيش بهذا المكان مع عائلتي. اطلعوا، هي هذا الكوكب تاعنا، وهي هوني صورتي انا وانا ماسك هذه المطرقه. هي يا صغيري يلا جاهز الان لحتى نطلع ونسوي المهمات والتحديات اللي علينا. أنا اللي جاهز، ولكن قبل لا نطلع بدي أفرجك شغلة يا بابا. اطلع معي وأخيرا المطرقة تبع الثور، وشوف القدرات العالية تبعيتها. زي هيكي بوم، طلع القوة تبعت هاي المطرقة، بتهز الأرض هز بتكسر الدنيا تكسير. اه والله صراحة القوة تاعتها كتير كبيرة، وهي هوني يعني احنا بنشحن هذه المطرقة بطاقة الرعد، الرعد بيجي على هذه المطرقة وبتزداد القوة تاعتها اكتر واكتر. ايوه، واحنا كمان يا بابا عنا قدرات تانية، احنا مقاتلين. اطلع كيف بنحارب هون جيوش الاشرار، وبنروح على الفضاء وبنسوي شغلات رائعة جدا. طيب اسمع علي يا بابا، بما انه عائلتنا هون موجودة وبتحرس الكوكب، ليش ما نروح احنا الى مناطق تانية ونشوف مين موجود بداخلها؟ صراحة انا فكرت مثلك تماما، لهيك جبت لك معدات وادوات جديدة. يلا تعال للاعلى، هي هوني بوابة الخروج من الكوكب، وعنا هدول الحراس دوما بحرسوا الكوكب هذا الفلسطيني، وهي هون عنا علم دولة فلسطين. اسمع علي يا صغيري، علم فلسطين، تحيا فلسطين. يلا يا بابا تعال شوف موجود هوني، والله كوكب بني، كوكب باللون الاصفر على لون الموز، كوكب باللون السكني، والله ايش غريب كتير. تعرف اي حدا فيها؟ لا والله، اليوم بننزل على المدينة، ما بدنا نروح على هذه الكواكب لانه هذه الكواكب خطيرة كتير. يلا بدي احط انا هوني الكرافتنج تيبل، وهلأ بدي ادمج هذه الادوات مع بعض اللي هي الاوراق وهذه الجن باودر، بحطهم مع بعض زي هيك بداخل الكرافتنج تيبل. تاتاتاتو اعطونا الالعاب النارية، وهي بدي اعطيك جناح الطيران هذا. واو والله حلو كتير كتير، بس هذا بيحكوا استعماله صعب. يا بابا ما بدنا نروح على المدينة، والله المدينة ملل يعني، احنا ابطال خارقيا، لازم نزور احدى هاي الكواكب ونشوف مين اللي فيها. يا سلام والله كيف انت عم بتطير، هذا الطيران بالجناح يعني عن جد هيك شوية صعب. خليني احاول اطير، بوم يا سلام. هي اسمع علي، تعال تعال ننزل على المدينة هوني، انا بدي اعطيك تحدي، تعال على الملعب هون. تحدي؟ طيب ماشي يلا انا موافق. يلا زي هيك، وي والله ايش رائع كتير. نعم ايش بدك تعطيني؟ يلا بدي اياك الان تعطيني جناح الطيران. اوف شو هذا، والله ما انا كنت عارف تسيطر عليه من مره، بدي اجرب انا ارمى عليك قدره جديده. إيه؟ شو هذا؟ والله صعب كتير يا بابا، عن جد انك انت قوي جدا جدا. وي واخيرا يلا هيني انا نزلت لها. هلا بدي ارمي عليك تعويذه، هاي التعويذه راح تزيد من القوه تاعتك. يلا انزع جناح الطيران لحتى تشتغل. يلا هنا نزعت. ايه لا مش هيك، اي اي هي هاي صغيري مات. يا الله والله ندب من الاعلى، انا قتلته عن طريق الخطة. اوف خد لك هاي حصان، والله صرت انا غاضب كتير كتير. بس استنوا، امنية صغيري كانت انه يزور الكواكب وهو مات. خلاص انا بدي احقق له هذه الامنية بعد ما ماته. خليني على السريع بدي اضلني طاير، وبدي ازور احدى هذه الكواكب. اي واحد بدي اختار، البني ولا الاصفر ولا الرمادي؟ افضل اشي انه اضلني جاي على هذا الكوكب الرمادي، لانه مبين عليه علم دولة طيبة. هي هون فيه علم دولة، اتوقع هذه اليابان او كوريا. هاي فتحة الكوكب من هذا المكان، خليني بدي اضلني نازل. هاي مرحبا، السلام عليكم. هي شو مالهم هدول كلياتهم بتطلعوا علي زي هيك، وليش هيك عيون كلهم احمر؟ هي شو هذا اللي انا بشوفه قدامي؟ يا سلام، واحد من الابصار الخارقين اللي اليوم راح يكون وجبة لنا. مين انت؟ اعترف. ايش؟ لا تحكي ابصار خارقيا، انا واحد من الابطال الخارقين، انا هو ثور اخ قلب واحد. شو هذا؟ هذه قوة السكينة تبعتي، لأنه أنا قوية كتير. اطلع اطلع علينا قديش احنا مرعبين، احنا هي عائلة الجد غراني. اهلا وسهلا فيك في هذا المكان، صراحة احنا بنحب الأبطال الخارقين، بنحب نسوي منهم البيتزا، بنحب نسوي منهم طعام العشاء. ايش رأيك الآن انت يعني نسوي منك شوربة الخنزير؟
ياي لا 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 والله حلو كتير هذا البصل بدنا اليوم ناكله كيف طعمه يا ماما زكي ولا لا نعم لذيذ كتير راح يكون ايه بلكو احترموا نفسكو خذ هاي التعويذة يلا راح تسوي لكم عمى وانا بدي اغادر من هذا الكوكب على السريع ايه تعالون شفتك انا شفتك ارجع لهذا المكان ارجع ادخل للكوكب تبعنا بسرعة ادخل اوف والله راح تاخد عقاب كتير كبير انتي قلتي له اسمك الجد جراني ياخ يا حبيبي شو هذا اللي بتعمليه والله انا تكسرت تكسير هيني مت ورجعت على قيد الحياة او فقدت الوعي مين عارف طلعوا اسنانها قديش مرعبة طلعوا صورتها شو هذا اللي بيصير هي انت الان راح تصير وجبة غداء لان احنا مش مكلين من زمان والله ما اكلتش من يومين ثلاثة اخر اشي اكلته كان يعني واحد بصل بشباك كتير كتير اسمه سبايدر مان اسمو علي يا شباب خلاص انا اللي بدي اكله لا تخلون اغضب منكو ابعدي يا جد جراني هذا انا انا اللي بدي اكله اسكتي يلا خليني الان انا بدي اكل جسده وبدي اخلي روحه تطلع من جسده خم نم 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 خم نم 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 اخ اخ اتركني خم نم 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 لا 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 انا اللي بدي اكل منه كمان خم نم 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 يا وخذتك هادي هيني اكلته يا سلام وطلعت روحه هي يا حبيبي شو هذا الجسد اختفى اكلوني وهي روحي طلعت شوفوا كيف انا صرت بقدر اتنقل يا الله خليني اجرب ادخل على الكوكب تاعي هي انا صرت روح بلا جسد نم 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 اوه صباح الخير اصبحنا واصبح الملك لله طبعا انا هو مستر بيان واليوم انا بدي العب مع اصدقائي بدي غادر هذا الكوكب لانه انا بدي اصدقاء جدد مليت من هذا الدبدوب تيدي ومن مستر بين الكبير ومن هذا الجدة يعني ما بلعبوا من مرة لهيك انا اليوم جيب جناح الطيران هذا وهلأ بدي اضلني طالع من الكوكب تاعي بيو ايه شو هذا بسم الله شو هذا واو طفل صغير قدامي يا سلام وجبة جديدة لان انا ما اكلتش البصل هداك اكلوه الجد قراني تعال يا ولد تعال ادخل جوا تمي هي ابتعدي عني ريحة تمك مقرفة شو هذا انا ما بخاف منك انا معي اسلحة معي جناح طباخ ما قلت لك هلا ابتعدي عن طريقي ما عاد اسلح والله اي خلص استنى شوي خلص ما بدي اكلك انت بدي انزل لتحت بدي اكل هاي العجوز اي عجوز انا عجوز زيك بدي اكلك خلص ايش انت عمرك خلص لا ما خلص لسه عمري 95 ممكن اعيش 100 سنة خلص روح من هذا المكان ما بدي انا عجوز وانت عجوز وبدنا نذبحك خدي هاي ليش ما بصير فيك اشي انتي هي طبعا ما راح يصير فيني ولا اي اشي اسمع علي خلص ابتعدي عني ليش هيك والله جد خلص ابتعدي عنها والله بغضب منك هاي ستي يعني جدتي هاي ابتعدي عنها بدي اكلها ايه هاي ضربتك بهذا السلاح بدي اكلك يا عجوز استني ليش عندك كل هاي المي بالاسفل شو بتسوي فيها طيب اسمع علي بخليك تاكليني اذا بتجفف في هذه البحيرة هذه البحيرة الها عالقة بهذا الكوكب من زمان بعيد من عام 1983 يعني هذه بدنا مساعدتك لحتى تجففي لنا اياها اوه من 20 عام وانتو يعني عندكو هاي المي نعم هي خلص لا ضلك تحكي مع هذه الجدة وتزعجيها هاي موجود بداخل هذا الصندوق هذه بلوكات الاسفنج يلا جفف فيها يلا طيب انا بعرف اجففها يلا زي هيك ايو بدي اكلك يا عجوز يلا جهزي لحالي طلع كيف انا بطفي المي باستخدام النار بوم يلا يا خلاص بكفي يا غبي حرقتني انا اي غبي انت ولا ايش وينك يا عجوز يلا خليني بدي اطلع زي هيك تعال شي حكيت لي لو انا بشفف المي بكلها هل شففت المي ايه بدك تاكليني طيب ماشي كليني بس كلي اجري او ايدي لا تاكليني كلياتي لا كلك طبعا شو بدي باجرك يعني
الاشر مش زاكي اصلا، بدي اكل راسك لانه كلياته يعني شغلات زاكي ودماغ ولسان. هي يلا يا مستر بين اخضع عليها، لازم نكون احنا اقوى منها. اسكتي، يلا بدي ابدا اكل فيك. خذ ياي، يلا ابعد عني، ابعد يا ولد. اي 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 تعالون. ايه قتلتيها، بدي احرقك. يلا موتي زي هيك، خذي هاي. تعالي، وينك وين رحتي؟ ايه ايوه زي هيك وزي هيك وزي هيك وزي هيك وزي هيك. خذلك يا ولد. لا لا لا، تعال بدي اذبحك. تعال يا حبيبي، قلب جناح الطيران بدي اهرب منها. تعال اسمع علي، توقفي توقفي، بدي تسوي ما بيني وبينك تحدي، بدنا نشوف من حظه افضل. الحظ افضل هو اللي راح يضل على قيد الحياه، والخسران اللي راح يموت. ماشي؟ طيب يا ولد انا موافقه. تعال اتبعيني على هذا المكان، هلا بدي احط لك انا بلوكات الحظ، لكل واحد 3 بلوكات، بدنا نشوف مين حظه راح يكون افضل. هي 3 لك بلوكات الحظ. طيب ماشي، يلا هيني اجيتك. وين بلوكات الحظ؟ حط لي اياها. يلا لكل واحد 3 بلوكات، بلش تكسير. طيب هلا انا بدي اكسر هاي البلوكة الصفراء، وبدي اشوف شو بده يطلع لي فيها. يمكن يطلع لي شغلة حلوة، ممكن مش حلوة، بس انا متأكدة انه انا راح افوز عليك يا كلب. طيب يلا هلا بنشوف مين حظه افضل، الشر ولا مستر بيان اللي هو الخير. يلا كسريها. يلا خلينا اكسرها زي هيك. اوه طلع لي فران، والله هذول عشان احط فيهم الناس الطيبين واغليهم بالداخل واطبخهم. والله صراحة حظك يعني سيء. خلينا اشوف حظي انا. بوم، واو هاي طلع لي قوس، اسمه قوس البطل. يلا اجى دورك تكسر البلوك اللي بعديها. يلا طيب. اوه شو هذا، بلوكات غبية والله، ما عجبتني بالمرة. طيب اجا دوري انا الان، هي طلع لي هذا اليقطيا، طلع كيف بدي البسها. تا 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 تا، صار شكلي والله مرعب. والله طب شو رايك تصير انت صديق الشرير؟ لا ما بدي اصير شرير. يلا ضايع لكل واحد اخر بلوكة. طيب يلا بوم. ايه نفس طلع لي قبل شويه، والله رجع عاد. والله صح كلامك. طيب ماشي، هيدا احط لك كل واحد كمان بلوكتين لحتى ما يطلع لنا ادوات قويه ونسوي القتال. يلا بلشي. طيب يلا خلينا اكسر. بوم، نجمة البحر طلع لي. اسمعي، تعالي تعالي وقفي بداخل هذا المكان، بدي اعطيك انا مفاجأة. مفاجأة؟ طيب طيب والله بخاف اوقف. استنى شوية، انا بدي احكي لك شغلة. شو هدول الشغلات اللي عندك؟ تسوي لي شغلة حلوة؟ نعم. يلا وقفي بالمنتصف وشوفي ايش راح يصير. طب استنى شوية استنى شوية، خليني بدي اسوي زي هيك. اسمع علي، بيحكوا انه انت يعني فيك شغلات مش كويسة، مظبوط هذا الكلام؟ لا غلط هذا الكلام. شو بدك تسوي؟ يلا فرجيني. يا اذا ما بتوقفي هوني راح اطلق الان عليك النار وانهي هذا التحدي. ايش؟ يلا. لا خلص خلص، بدي اوقف هون. يا رب يا رب يا رب، بسم الله. وي هيا ما ماتت، خذي هاي الضربه. يلا لا يا غشاش، خلينا اسوي زي هيك. بوم، هيها ماتت واخيرا. والله هي جد الشريره كتير، وهي ان انا قضيت عليها وبتسال اسئله غريبه كتير. هلا انا وين بدي اروح؟ بدي ازور هذا الكوكب اللي لونه اصفر. يلا على السريع بدي اضلني جاي على هذا المكان، وهي هوني بوابه الدخول. يلا بدي افتح هذه البوابه وبدي اضلني نازل. هي شو هذا يا حبيبي؟ راس تنين، مين هذه العائله؟ مين انتو؟ السلام عليكم. يا حبيبي هذا صوته مثل صوت الكلب. خلاص خليني بدي اضلني طالع. تعال لهون. هي البوابه تسكرت. انزل للاسفل بسرعه، بلاش الان اغضب اكثر واكثر. مين اللي سمح لك تدخل على الكوكب تبعنا؟ مين؟ البوابة كانت مفتوحة، أنا فقط كنت بدور على أصدقاء جدد ودخلت لهذا المكان. ممنوع الدخول لهذا المكان، مكتوب احذر الدخول إلى هذا الكوكب المرعب الشرير. انت الان نزلت لعنا ولازم تتحمل العواقب. مزبوط هذا الكلام، هذا هو كوكب اشجار الشرير، واي شخص بدخل الى هذا المكان راح ياخذ عقوبة كتير كبيرة. ايوه والعقوبة راح تكون مرعبة جدا جدا. ليش دخلت لهوني؟ انت دخلت على الموت تبعك. على الموت؟
يا الله شو اللي بصير؟ مرة بتجيني الجد قراني، مرة الجار الشرير، ليش كل الناس اللي بشوفها بيطلعوا ناس أشرار؟ خليني بدي أنزل للأسفل. هي اسمع علي، في بالأسفل تحدي صعب كتير، ما في أي اثنين ممكن انهم يقدروا يسووه، هيوه موجود بالصندوق، إذا أنت سويته الجار الشرير رح يسمح لك تخرج، وإلا رح تصير جثة جوا هذا السجن، لأنه أنا بحب حبس الناس بالداخل. هي تحبسيني بالداخل؟ خلاص افتح افتح يا جار الشرير، خليني بدي اكل هاي التفاحة الذهبية. اوه هذه البيضات تاعت الاشرار يا حبيبي، خلينا ادخل عليهم. خد لك يلا يلا، اذا قدرت تقضي عليهم انا رح اسامحك ورح اطلعك، اما اذا ما قدرت يا الموت يا اما السجن رح يكون عقابك القادم. يا حبيبي خليني اضربهم هذول كلياتهم. اوف 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 اوف، لا لا بدي اكل تفاحه ذهبيه كمان مره، والله هذول اقوياء وما هم سكاكين يعني، بس انا ما بخاف. يلا بدي اثبت للجار الشرير، استنوا معي سلاح، انا خليني استخدم السلاح. بوم يلا موتوا بيو. ايه ممنوع استخدام الاسلحة يا ولد. ايه ممنوع استخدام الاسلحة، طيب ماشي خلاص، خليني الان انا بدي ارمي هذا البيضات وبدي اخد. بقول لك هذا الشرير شوف قديش مرعب هذا، وجه الهالوين هذا شوف قديش مرعبين، هيا بيقفزوا بنطنطوه حابين يقتلوك والله يجربوا لحمك. ممنوع الاسلحة يا ولد. اسف والله عددهم كتير ما بقدر اتحملهم يعني. ممنوع الاسلحة، يا بتموت يا اما بتنحبس، انزل. طب اسمع لي بس بدي استخدم اخر مره هذا السلاح، يلا انزل. ايه ضلك هيك تسويه، خلاص بدي احبسك، هيني سكرت عليك. شوف شوف الاشرار اذا بتطلع برا هذا السجن كيف راح يهجموا عليك وبدهم ياكلوك وبدهم يذبحوك. اخ ولك هذا عم بضربني، شو هذا اللي بصير؟ تعال خذ اخ.